عاد إلى عمان وفد الهيئة العامة لكشافة ومرشدات مطرانية اللاتين المشارك في المؤتمر الدولي الكاثوليكي لمرشدات الشرق الأوسط الذي اختتم أعماله في لبنان تحت شعار من ثمارهم تعرفونهم، حيث ناقش المؤتمر على مدى 5 أيام جملة من التحديات والعوائق التي تواجه نشاطاتهم التطوعية. وللتعرف على موضوعات المؤتمر والقضايا التي ناقشها الوفد والثمار التي حصدوها من المؤتمر، التقت الدكتورة باسمة السمعان المديرة الإقليمية لمكتب فضائية نورسات الأردن وفلسطين عدداً من قيادات الوفد المشارك، ودار في اللقاء الحوار التالي. الخبرات اللي تبادلتوها، شو أكتر إشي كان يجمعكم؟ يعني إنكم مثلاً الأردن وسوريا ومصر ولبنان، بشو كان إشي مشترك؟ وكمان ايضا للحديث عن التحديات، لانه اكيد ناقشتوا انتم تحديات ومشاكل بتصادفكم من خلال عملكم ومشاركاتكم خبرتكم في النشاط الكشفي. تفضلي. احنا التحديات كلها حسينا انه الوطن العربي كله عنده نفس التحديات، نفسها نفس الشيء. عدم الالتزام وال يعني البحث عن الوقت حتى يلاقوا تفرغ حتى يقوموا بالعمل الكشفي في بلدانهم. نعم. وفي صعوبات تانية اللي هي كيف انه يوصلوا للآخر، هاي كانت صعوبة يعني كبيرة بالنسبة لهم، بس الحمد لله تسهلت الأمور وقدرنا نلتقي بهذا المخيم. نعم. وكمان في عنا معانا بالفريق الأب إبراهيم نفاع. نعم. اللي هو مرشدنا الروحي للفريق، هو كان مرافقكم، مرافقنا. نعم. بالمخيم، وهو اللي أعطى التأملات كمان الروحية اللي انغرست في نفوس المشاركات كلهم بالمخيم وعاشوها بالطبيعة. حلو. بالحياة اليومية. طبعا احنا منعيش روح الانجيل بكشفيتنا. حلو. ندخل روح الانجيل بالكشفية، فمنعيش الايام المخيم مع تأملات يومية، مع يعني مع الصلوات وكل شيء بنمر فيها اثناء المخيم، فبكون البرنامج كامل. وكمان في حبة انوه كمان على جمعية دليلات لبنان، هي اللي وقفت معنا إيد بإيد. يعني عملنا حوالي 10 اجتماعات قبل للمخيم، وإحنا منحضر للمخيم. حلو. مش بيوم وليلة تجهزت أمور المخيم. نعم. رحنا بأكتوبر الماضي، شهر 10 السنة الماضية، رحنا حضرنا مع جمعية الدليلات، وحضرنا كمان قبل ما نروح للمخيم ندخله كنا دائما اجتماعات على الزوم. نعم. متواصلة. حلو. وإحنا نحضر بهذا المخيم.